شكرا. اذا اشكر المترشح على التزامه بالدقائق وعرضه المختصر فيما يتعلق بعرض اهم الاعمال التي قام بانجازها بعد مناقشته لشهاده الدكتوراه، واحيل الكلمه الى الدكتور شاوش حميد ليبدا ما يمكن ابداؤه من ملاحظات حول هذا الموضوع. شكرا دكتور. بادئ لبدا ارحب بضيفنا الكريم. شكرا لكم دكتور. في البدايه ارحب بضيفنا الكريم الاستاذ الدكتور يوسفي من جامعه بسكرا، ونقول له حللت اهلا ونزلت سهلا، فانت في جامعتك الثانيه. وارحب كذلك بالساده اهل المترشح ترحابا حارا في يعني في امام اهلهم في قلمه، خاصه السيد الوالد والوفد المرافق له. واخيرا ارحب بالمترشح ونقول له فرصتنا اليوم لمناقشتك كما توعدناك، لا اله الا الله، بخصوص يعني ملف التاهيل. انا يعني رايي وقناعتي بخصوص مناقشه ملفات التاهيل ان كل الوثائق المدرجه في هذا الملف تمت مناقشتها من قبل على الاقل خبير او خبيرين، سواء يعني بدايه بالاطروحه ثم المقال ثم المطبوعه. فكل هذه المسائل تم مناقشتها يعني امام خبير او خبيرين او يعني او على الاقل لجنه علميه ومجلس علمي، لذلك لا يمكن ان نضيف جديدا اللهم الا بعض الملاحظات الطفيفه. كل الوثائق المطلوبه يعني في ملف التاهيل متوفره في ملف زميلنا الياس، نلاحظ ان له يعني مسار علميا وبيداغوجيا ثريا. اذا تحدثت على مساله يعني المقاييس المدرسه فقد يعني درس الكثير جدا من المواد في مجال القانون العام وفي مجال القانون الخاص لمدة سنوات. اشتركت معه في تدريس مقياسين أو ثلاثة مقاييس في الأنظمة المقارنة وفي الوظيفة العامة وفي نظام التأديب، يعني نفس المقاييس درسناها يعني لمدة سنوات. درس كذلك الكثير من المقاييس الأخرى، وأشرف على الكثير من مذكرات التخرج في الليسونس، وناقش عدد آخر من المذكرات. مقاله نشر يعني في مجلة علمية محكمة، وهو في موضوع ليست له علاقة بموضوع الأطروحة، يعني هذا الشرط كذلك نتجاوزه فهو متوفر، الشرط الزمني المتوفر ما نتكلمش عليه. أردت فقط أن يعني الشيء الذي أردت أن أناقشه وأبدي رأيي فيه، يعني سواء كان نأيد المترشح في بعض ما كتبه أو يعني أبدي بعض الملاحظات، ولا هي مجرد دردشة لا يعني لا تؤثر على قيمة هذا العمل، بالعكس أنا حبيت نزيد نثريه وندعمه في ما كتب في في فيما يخص المقال اللي هو المتعلق في ضمانات تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري. في البداية يعني أحييه وأشكره كثيرا أنه بذل مجهود في يعني كتابة هذا المقال باللغة الأجنبية، وهذا يعني شيء إيجابي كثيرا يحسب له، على أساس أنه الجميع تقريبا أو الأغلبية الساحقة لا يكتبون إلا باللغة العربية، وأنا واحد منهم. يعني التفكير في كتابة مقال في مجلة مثل مجلة الاجتهاد هكذا
في جامعة البسكرة اللي هي مجلة دولية وكتابتي باللغة الإنجليزية، فهذا شيء إيجابي كثيرا بالنسبة لزميلنا. بالنسبة لموضوع ضمانة التأديب في العام في التشريع الجزائري، يعني زميلنا حب شيء ما يخليش الموضوع عام بحيث يمكن أن يتوه أو يتيه داخل معطيات هذا الموضوع اللي هي الضمانات التي تختلف كثيرا بين نظام ونظام آخر. هو خصص دراسته بالنسبة لضمانة التأديب في التشريع الجزائري. للعلم أنه مسألة التأديب في التشريع الجزائري، النظام التأديبي الذي تبناه المشرع الجزائري هو النظام التأديبي شبه القضائي، يعني خسارة أنه ما كانش معنا طلبة في الماستر ولا في الليسوس باش يستفيدوا من الملاحظات. هذا يعني الظرف الصحي هو اللي أملى هذا الوضع. قلت المشرع الجزائري تبنى النظام التأديبي شبه القضائي، وأهم ما يميز هذا النظام أنه ثري بالضمانات، ثري بالضمانات مقارنة مع النظامين الآخرين اللي هو النظام شبه النظام القضائي والنظام الرئاسي. النظام الرئاسي الذي يعني كان في البداية خال من الضمانات، ثم بتطور الزمن يعني أدخلت أو تبنى المشرع بعض الضمانات التي لا ترقى إلى أهمية الضمانات التي تبناها المشرع الجزائري في النظام التأديبي شبه القضائي. زميلنا قسم مقاله إلى ضمانات قبل توقيع العقوبة التأديبية، وضمانات أثناء، وضمانات بعد توقيع العقوبة. تقسيمه كان جيدا، أحاط تقريبا بكل أو بأهم الضمانات مثل ضمانة المواجهة، مسألة التحقيق التي يعني وحقوق الدفاع كذلك التي يعني تدعم موقف الموظف محل التأديب وتقلل من احتمال تعسف الإدارة عند توقيع العقوبة التأديبية. هذه الضمانات يعني المشرع الجزائري تبناها وجدها، يعني أنا أقول وأعترف أنه وجدها جاهزة، أخذها من التشريعات الأخرى التي تبنتها كالتشريع الفرنسي الذي تبنى مسألة يعني حقوق الدفاع في بداية القرن العشرين، وتطورت ويعني أدخلت عليها بعض التعديلات ووجدها المشرع الجزائري فتبناها، وهي يعني تدعم كثيرا موقف الموظف محل التأديب حتى لا يتعسف في حقه. بالنسبة للضمانات المعاصرة فقط هنا حبيت الملاحظة تاعي اللي حبيت نقولها في هذا المجال، والتي لا تنقص من قيمة عمل أخي وزميلي وصديقي، أنه بعض الضمانات هذه اللي ذكرها زميلنا مثل مثلا ما يتعلق بضمان الحياد، وخاصة هذه بالإضافة إلى أنها ضمانة، هذه الضمانات اللي ذكرها زميلنا بالإضافة إلى أنها تدرس في مجال الضمانات، أنا يعني أفضل أن البعض منها يدرس في إطار أو يتم تناوله في إطار المبادئ التي تحكم عملية التأديب، المبادئ التي تحكم عملية التأديب، وهي يعني ما هوش معناها ما هيش ضمانات، ولكن هي ضمانات، ولكن من الأفضل كذلك تدرجوها في مسألة أو في مجال المبادئ. فالحياد والتسبيب وغيره هي يعني ضمانات تدعم كثيرا موقف الموظف محل التأديب. مثلا فيما يتعلق بمسألة التسبيب، المشرع الجزائري كان صارما في هذه المسألة بخصوص التأديب، وجعل مسألة تسبيب قرارات التأديب من المسائل الاستثنائية اللي لازم على الإدارة أنها تسبب، لأن القاعدة أن الإدارة لا تسبب، نعم الإدارة ليست ملزمة بالتسبيب، واستثناء يدخل المشرع ويشير صراحة إلى ضرورة التسبيب في مجالات معينة منها مسألة التأديب، وهذا يعني نعم هذا ضمان، وهذا ضمان جيد حتى يحول دون تعسف الإدارة في استعمال حقها في التأديب. بالنسبة للضمانات اللاحقة أكيد هي ما ذكره زميلنا، هي الطعن الإداري والطعن القضائي. والطعن القضائي حسب رأينا، حسب ما أعتقد أنه أهم الضمانات على الإطلاق، إنه بالإضافة لكل أو رغم كل الضمانات الموجودة على مدار عملية التأديب، يمكن للإدارة أن تجد ثغرة وتحتال وتتعسف، يعني ممكن تدير أي حاجة وتتحجج بأي حجة كما هو يعني
نعم، لأنه الإدارة في يعني في تاريخ مسائل التأديب نشوفوا أن الإدارة في الكثير من الحالات تتعسف رغم وجود الضمانات، وبعض في بعض الحالات يكون التعسف تاعها مبرر كالحالات الاستثنائية مثل حالة الحرب، يعني لما تكون الظروف غير عادية أحيانا تتعسف دون وجود مبررات استثنائية وتحور المسألة. أقصد هنا العقوبات المقنعة، الإدارة يمكن أن توقع عقوبة في شكل تصرف إداري عادي، ولكن في الأصل هي عقوبة سميها لسانكسوليكيز، يعني الإدارة تحتاج في مسألة التأديب. يبقى الضمانة المهمة جدا هي ضمانة التظلم أو الطعن القضائي. باش نختم في مسألة الملاحظات حول المقال، حبيت نروح مباشرة سي دكتور إياس للاقتراحات. الاقتراحات يعني هي في صميم الموضوع، ولكن أخذت أو ما يؤخذ على بعض الضمانات، باش ما نفصلش لأنه كل ضمانة مهمة جدا وتحتاج المناقشة، لاحظ فقط أنه بعض الاقتراحات لو يتم تبنيها نخرج من النظام شبه القضائي. لما تقترح أنت الفصل المطلق بين سلطة الاتهام وسلطة توقيع العقوبة، لما نتبنى أو لو المشرع يتبنى مثل هذه أو بعض هذه الاقتراحات نخرج من النظام القضائي، النظام التأديبي شبه القضائي، ونروح للنظام التأديبي آخر اللي هو ربما يكون القضائي. كذلك لما تطلب من الإدارة أستاذ إلياس أو تطلب من المشرع أنه يدقق في تكييف العقوبات وفي يعني مسائل حسب رأيي صعبة وصعبة جدا، لأنه ما يمكنش للمشرع مهما اجتهد أن يقوم بحصر الأخطاء حصرا دقيقا مضبوطا، لأنه يعني يتعامل مع موظف بشر، والموظف بشر تحدد له 1000 خطأ يكتشف لك واحد أخر موش محدد، يعني يبقى مجال وين المشرع تعمد وصف بعض الأخطاء التأديبية بصورة عامة بصورة فضفاضة هكذا، باش يخلي يعني إعمال الإدارة لسلطتها التقديرية لمواجهة بعض الأخطاء، لأنه كيما الإدارة تبدأ حتى الموظف اللي هو بشر هذا راه يبدأ في الاحتيال على هذه الإدارة. ومهما يكون فإن المقال يعني عمل جيد، أثني على مجهودك في إعداد هذا المقال. بقية يعني الأعمال العلمية والبيداغوجية التي قدمها المترشح في ملفه يعني هي أعمال ذات قيمة تحسب لك وتؤهلك حسب هذا الملف إلى الحصول على رتبة الأستاذية. أعتذر سيدي رئيس اللجنة عن الإطالة وأعيد إليكم الكلمة. الموضوع بصراحة يستهويني كثيرا، لو كان جاء الوقت مفتوح نتكلم 10 سوايع ممكن. العفو، بارك الله فيك.